بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله مساءكم واوقاتكم بكل خير. نحييكم دائما ونجدد لكم هذه التحية هنا من هذا الانطلاق الجميل، شوطنا 17 الذي يخصص للجعدان المحليات اللقاية الأصايل. نتمنى دائما وأبدا التوفيق والناموس لهذه الشعارات الجميلة المميزة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأعداد كثيرة، الأسامي كثيرة في مهرجان المرموم الختامي. نتمنى في هذه الرحلة التوفيق. شوفوا الأعداد، شوفوا الأعداد، شوفوا الأسامي المرعبة الحاضرة هنا في هذا الانطلاق الجميل. نتمنى دائما وأبدا التوفيق والناموس المشاركين هنا على أرضية هذا الميدان الوسمي وعبد الله بن خلفان بن بخيت والعودة هناك اللي في المركز الأول اللي هو متوكل محمد بن حامد وخرايط العامري، بينما اللي في المركز الثاني حبار في ثاني المراكز، وأحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي ثاني المراكز. نقلتنا هناك على الوسمي الله يا المزروعي أيضا بثالث المراكز عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي، بينما اللي في المركز الثالث همنون ومحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي من حل واتى في رابع المراكز، من قدم صدفة في هذا المساء في هذه الأمسية الرائعة. نتمنى إن شاء الله التوفيق. الله يا هو شوط، يا هو شوط يحمل إثارة، يا هو شوط يحمل أسامي كثيرة وحاضر هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. انتقل بدوري إلى المركز الخامس اللي في المركز الخامس، هناك شعار بالخصم أيضا حاضر أيها الإخوة اللي هو الترس، الترش 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 ما شاء الله، ويمعى خليفة بن يمعى بن عتيد الرميثي. نقلتنا إلى المركز السادس اللي هو الدولار يا بن كردوس سالم بن حمد بن كردوس العامري. النقلة على المركز السابع اللي في المركز السابع أيضا حاضر لمع البصر مرة وعبر كل خطر محمد بن طماطم بن حمد العامري، بينما اللي في المركز الثامن اللي في المركز الثامن شوفوا الأسامي برسال ومحمد بن سالم بن محمد النعيمي. انتقل وياكم إلى تاسع المراكز شهير وراشد بن سالم بن عبد الله الطوقي، يا سلام وصل بن دحروي، وصل بن دحروي، وصلوا أهالي الإحباب، وصلوا أهالي الإحباب. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك اللي هو شهاب ومطر بن محمد بن دحروي العامري، بينما اللي في المركز العاشر اللي في المركز العاشر ايضا بنتعرف عليه. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا كانت النتيجه. مستمعينا الاعزاء، معزز واحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي في اول ندى للعشره المراكز دعناها كامله مكمله، والكمال لله سبحانه وتعالى، الكمال لله سبحانه وتعالى. الله عوده من جديد، عوده من جديد، عوده الى متوكل. وكنا بنتوكل يا وياك يا متوكل، كنا بنتوكل الى السياره، كنا بنتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومحمد بن حماد وخرايط العامري اهالي العين اللي يبونها السلام، اللي يهسبونها السلام، واهالي الهير، اهالي الهير عندهم كلام، عندهم كلام دائما في هذه الختاميات. حبار اللي ما زال مسيطر على المركز الثاني، واحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. نقلت الى المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك الترش، وايضا خليفه بن يمعى بن عتيج الرميثي اهالي السمحه، اهالي السمحه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لكل الشعارات في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان الختامي المرموم. ايها الاخوه، اشهاب في المركز الرابع، وصلكم بن دحروي، وصلكم بن دحروي. هناك ايضا مطر بن محمد بن دحروي العامري، ولكن نشوف بن كردوس مع دولار وبيرتفع سعر الدولار. سالم بن حمد بن كردوس العامري، شوف اللي ما يبنى له
الثاني شاهين سالم بن صالح من طرشوم العامري اول ندله في بوابة النداء اللي بالناموس اللي بالناموس يا مرحبا به في الاماميات يا مرحبا به هنا عند اللي بهزان اللقا ولكن الترش ايها الاخوة الترش اللي ايها الاخوة اللي غير على المركز الاول اللي سيطر على مقدمة الشوط يلا يا الرميثي يلا يا الرميثي هذه الاجواء الجميلة هناك مع الترش ايها الاخوة خليفة بن يمعب العتيج الرميثي وصلكم اشهاب وصل اشهاب ايها الاخوة ايضا مطر بن محمد بن دحروي العامري يا مرغم يا مرغم يا مرغم يا مرغم ما شاء الله تبارك الرحمن المركز الثالث شوف اللي غير شوف اللي غير ايها الاخوة هناك منجز 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 محمد بن راشد بن حمد بن احمد المنصوري اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة 600 متر الاخيرة شوف الاسامي اللي وصلت شوف الاسامي اللي وصلت ولكن شهاب مطر بن محمد بن دحروي يا بن دحروي مرغم تناديك مرغم تناديك من لوحة ال 400 متر هناك منجز ثاني المراكز ومحمد بن راشد بن احمد المنصوري نقلتنا الى المركز الثالث هناك نبراس وسعيد بن محمد بن حب العامري والله يا اللحظات الاخيره يا مرغم يا مرغم يا مرغم سق الله دارك يا بن دحروي سق الله دار شهاب ومر بشهاب مطر بن محمد بن دحروي العامري سلام سلام ابو محمد سلام دارينا والناموس المركز الثاني منجز محمد بن راشد بن احمد المنصوري المركز الثالث ايها الاخوه اللي في المركز الثالث مخلاب لراشد محمد بن عامر العمري المركز الرابع هناك اللي في المركز الرابع اللي هو نبراس وسعيد محمد بن حب العامري المركز الخامس اللي في المركز الخامس ما شاء الله شاهين علي بن راشد بن مسلم العمري الله اسعد الله مساكم اسعد الله مساكم جود ايفنينج يا هالي المرموم حقيقه شكرا يا شهاب شكرا مطر بن محمد بن دحروي العامري اللي فاجانا بهذه الاسامي اشهد انه مو بغريب التوقيت 7:23 و9 من الثامن الثانيه مطر بن محمد بن دحروي العامري ملكا لهذا الشوط سلام يا مرغم سلام اشهد انه يستاهلونه ثاني المراكز من اتى وحل هناك التوقيت الزمني 7:26 9 من الثامن الثانية ايضا منجز ومحمد بن راشد بن احمد المنصوري من اتانا بثاني المراكز المركز الثالث ايضا 7 بنقول التوقيت الزمني 27:08 من الثامن الثانية تهانينا لمالك مخلاب راشد بن محمد بن عامر العمري هكذا ايها الاخوة عشنا معاكم احلى هذه اللحظات التهاني دائما موصولة من المرموم الى مرغم مطر بن محمد بن دحروي العمري